إذاعة سلطنة عمان تقدم شبكة المعلومات، آخر أخبار التقنية والمعلومات، الجديد مع الحواسيب، الهواتف الذكية، الإنترنت، البرمجيات، الحلول التقنية، الحوارات والنقاشات من خلال شبكة المعلومات. الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، الإخراج جمال بن محمد الشعيري. شبكة المعلومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، إنما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان، مساكم الله بالخير. نمسي عليكم بالخير مستمعين الأحبة، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرقمي والتقني شبكة المعلومات. من خلال برنامجنا راح نقضي ساعة من الآن وعلى الهواء مباشرة، نستعرض الجديد في عالم تقنية المعلومات. أيضا راح يكون لكم مساحة مستمعين الأحبة يتم من خلالها الاستماع إلى مكالماتكم، قراءة رسائلكم النصية القصيرة، سواء طبعا هذه المشاركات أيا كانت الطريقة، طبعا سواء كان فيها استفسار، وجهة نظر، إضافة للمعلومة، طبعا البرنامج أكيد رحب به. إذن أنا والزميل المخرج جمال بن محمد الشعيلي راح نكون معاكم وعلى الهواء مباشرة، ونرحب فيكم مستمعينا الأحبة. ومن أبرز الأحداث التقنية على مستوى العالم، إسدال الستار على المعرض الأكبر اللي هو CES 2015، والذي يقام سنويا في مثل هذا التوقيت من كل عام في ولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا المعرض يعني كان يحمل شعار الابتكار بسرعة رهيبة، والشركات العالمية الضخمة تسابقت طبعا في الإعلان عن الجديد من الابتكارات على مستوى الأجهزة التقنية بشكل عام. أكيد من خلال حلقتنا اليوم راح نستعرض بعض الأخبار من هذا المعرض، ولكن راح يكون موضوعنا الرئيسي في حلقتنا اليوم هو حماية الخصوصية على الهواتف الذكية، لأن دائما لما نتكلم عن الخصوصية مستمعينا الأحبة هذا الأمر الذي يقلق الكثيرين. المشكلة أن لما يعني نبي نركز على سالفة الخصوصية، أين يكمن أهمية أو أين تكمن أهمية الموضوع؟ يعني لازم نعرف ما هي الخصوصية في البداية على أساس أن نحن نقدر نتكلم عنها، أو نقدر نقول أن هي فعلا في انتهاك للخصوصية، أو لا يوجد في الحقيقة انتهاك للخصوصية. لأن الكثير في الفترة الأخيرة كان يتكلم عن أنه مثلا في يعني سياسيا في بعض الدول مثلا ممكن ان هي تتصنط على المكالمات، او ان مثلا اذا ما تستخدم انت بعض التطبيقات اللي موجودة عندك على الهاتف الذكي، سواء كان من خلال الجوجل او المايكروسوفت او الاي كلاود، او مثلا تخزن لما نتكلم عن المساحات التخزينية الكبيرة مثل الدروب بوكس وغيرها، يجي في بالك مستمع العزيز إن يعني مثلا إن يعني هذه البيانات ممكن للآخرين أن يطلعوا طبعا عليها، وهذه هنا نقدر نتكلم عنها ونقول إن هي فيها خصوصية، ولكن هي ليست بالتأكيد يعني كذلك. وهذا الموضوع اللي احنا حابين نركز عليه، وإذا في ثقافة معينة حابين نتعرف عليها، حابين نتعلمها، فمن المفترض أن ناخذها بالشكل الصحيح قبل ما ناخذ ونعطي مع الأجهزة الذكية والأنظمة اللي موجودة عليها ونتعامل معها. لأن حاليا يعني حوسبة السحاب أو الخدمات السحابية المختلفة، سواء كانت كمساحات تخزينية أو التطبيقات والبرمجيات التفاعلية اللي أنت تاخذ وتعطي معها، يعني لو جينا شوية عشان ما يقول مثلا والله عبدالله أنت قاعد تتكلم بسرعة، الموضوع أن نحن لما نتعامل مع الهواتف الذكية في الفترة الحالية يعني نتعامل مع سيرفرات موجودة على الانترنت، واللي هي بالتحديد يعني توفر خدمات سحابية،
ليش احنا نقول خدمات سحابية؟ لأن هي مرتبطة بشبكة الانترنت ونقدر نوصل لها من أي مكان احنا موجودين فيه، يعني من أي مكان دون تحديد الزمان أو في أي زمان ودون تحديد المكان أيضا، نقدر ان احنا نوصل حق ملفاتنا وبياناتنا ما دامت الانترنت متصلة أو احنا مشتبكين مع الانترنت. يعني احنا مرتبطين بشبكة الانترنت، إذا انت مرتبط بالخدمات السحابية هذه. خدمات السحابية لما نجي نقسمها مستمعي العزيز راح تلاحظ ان انت عندك مساحات تخزينية تقدر تحط بياناتك عليها وتقدر توصل لها من أي مكان. بنحصل أيضا عندنا لا في تصنيف آخر واللي هي التطبيقات، انت تتعامل مع تطبيقات خاصة بالبريد الإلكتروني، تتعامل مع تطبيقات خاصة مثلا بالألعاب، تتعامل مع تطبيقات خاصة بشبكات التواصل الاجتماعي. طبعا هذه كلها تطبيقات تفاعلية، الخدمات السحابية أو موفر الخدمة هذه يكون موجود على طبعا شبكة الانترنت واللي هي السحابة، ويلعب دور الوسيط في عملية توصيل البيانات ما بين الأطراف مع بعضها البعض. إذن هي تمر من خلال قنوات معينة. فالبعض يقول والله لا، احنا لما نرسل هذه البيانات قبل لا يتلقاها الشخص ممكن في وسيط في الوسط يقدر انه هو يقرأها او انه يتعامل معها. بعد هذه طريقة ثانية يعني غير الخدمات السحابية اللي قاعد نتكلم عنها اللي هي كمساحات تخزينية، اذا ايضا التطبيقات التفاعلية. بعدين تيجي عاد عندك اللي هي الخدمات اللي هي مثل ما نقول اللي هي مثل الخدمات الحكومية الإلكترونية أو اللي توفر لك إياها شركات حكومية موجودة عندك، وأيضا أنت تسجل فيها وتتعامل فيها وتخلص بياناتك وتعاملاتك. إذن احنا طبعا هي الموضوع احنا نحاول كثر ما نقدر ان احنا يعني نخليه أبسط، نخليه بسيط بحيث ان نقدر نتعامل معه. متى ما فهمنا كيف احنا نتعامل مع الخدمات السحابية هذه المختلفة، يعني المختلفة المتنوعة من خلال الانترنت، سواء كانت من خلال المساحات التخزينية الثابتة والمعروفة اللي احنا نستأجرها وناخذها ونتعاطى معاها، او من خلال التطبيقات التفاعلية اللي هي ممكن تكون محادثات صوتية، ممكن تكون محادثات صوتية ومرئية، ممكن تكون شبكات تواصل اجتماعي واللي هو الحديث عن طريق التكست، وممكن عن طريق وشفتوا انتوا شبكات التواصل الاجتماعي كيف مختلفة ومتنوعة، او من خلال ايضا اللي هي الخدمات اللي هي الأساسية اللي انت يعني المرتبطة بخدمات مؤسساتية. يعني هذه الثلاث كاتيجوريز او هذه الثلاث تصنيفات اللي احنا نشوفها او نسلط الضوء عليها مستمعي العزيز، وين الخصوصية فيها؟ كيف الخصوصية؟ كيف نقدر نتعامل ونتعاطى مع الخصوصية فيها؟ اذا ما قلنا ان احنا راح نتكلم في البداية عن رقم واحد المساحات التخزينية. لا ننسى احنا لما نتعامل مع المساحات التخزينية مستمعينا الأحبة، سواء كانت يعني عند أي موفر من موفرات الخدمة الكبيرة اللي معروفة واللي موجودة، هذه المساحة التخزينية لازم تحطها في بالك ان هي بنك للمعلومات الخاصة فيك، بنك بيانات، مساحة تخزينية. من المفترض ان ما حد يقدر يوصل حق هذه البيانات غيرك انت، بحكم ان انت عندك المفتاح، وعندك يعني المفتاح طبعا اللي هو اسم المستخدم وكلمة المرور. وين التشعبات اللي ممكن تكون موجودة في اللي ممكن تتسبب في عملية انتهاك خصوصية المساحة التخزينية؟ طبعا أنا ما أتكلم عن الشركة اللي استضافت المساحة، لأن هذيك شركة يعني مثل ما يقولون الكور بزنس مالها اللي هو عملها الأساسي أو هدف وجودها هو توفير المساحات التخزينية للمستفيدين منها أو لزبائنها. فطبعا إذا هي سربت هذه البيانات أو طلع عنها مثلا خبر أن هي تسرب البيانات هذه، فهي ضرت نفسها وضرت عملها، وبالتالي يعني راح تفقد مصداقيتها وتخسر يعني تختفي خلاص من الوجود. فبالتالي يعني ما من ما دام ان هذا هو هدف عملها او سبب وجودها، فما من المفترض ان هي تكسره. وبعدين لما نتكلم احنا عن الخدمات السحابيه نتكلم عن شغله اللي هي موجوده على مستوى العالم، يعني هي مش على مستوى بلد واحد، هي اينما وجدت الانترنت. فعشان كذا تعامل الناس كلها معامله واحده، إلا طبعا في بعض المعوقات اللي قد تصدر من بعض البلدان على حسب طبعا سياستها
في عملية توفير هذا النوع من الخدمات، فبالتالي ممكن أنها تتقنن، بس ولكن الشركة تحافظ على طبيعة توفيرها للخدمة. إذا انتهاك الخصوصية من وين راح يجي؟ يعني من وين راح يصدر؟ راح يصدر من عدم تعامل الشخص أو المستخدم بالنفس مع هذه المساحة التخزينية، التعامل الجدي الحقيقي اللي من خلاله نقدر نقول أنه هو يعني عنده مساحة تخزينية موجودة على الانترنت مع شركة معينة عليها طبعا بياناته الخاصة. هو تلاحظ أن المستخدم يعني عملية تعامله ناقصة، من حيث أنه هو أولا ما يعطي بياناته الحقيقية، هذا رقم واحد. وعلى حسب طبعا الدراسات أثبتت هذا الموضوع بشكل كبير، أن الكثير من المستخدمين ما يعطون بياناتهم الحقيقية أثناء تسجيلهم للحسابات، مع أنه للأسف يدفع فلوس بعد، يعني إلا أنه هو ما يعطي بيانات حقيقية. إذن يعني هذا أول شرط، يعني أنت من المفترض أنك أنت لما تسجل في حساب خاص بمساحة تخزينية تحب تحط عليها بياناتك، من المفترض أن تكون بياناتك حقيقية وواضحة، وأن أنت من اعتقادك الداخلي الأساسي أنك أنت قاعد تتعامل مع بنك بيانات ولك حقوق عند الشركة اللي فيها بياناتك. لكن نرجع في طبيعة وطريقة تعاملك أنت مع هذه المساحة التخزينية ومدى جديتك في المحافظة على هذا المفتاح اللي يسمح لك للوصول إلى المساحة التخزينية الخاصة ببياناتك. تلاحظ أن البريد الإلكتروني يكون غير رسمي، ولما أقول غير رسمي يعني ما يمثل الشخص، يعني تحصل بريد إلكتروني يحمل اسم مستعار، هذا رقم واحد. لا ننسى أن احنا قاعد تتعامل مع مساحة تخزينية فيها بياناتك الخاصة، يعني تستاهل انك انت تفتح حساب جاد يحمل اسمك الحقيقي، وهذا الاسم الحقيقي الخاص بك يكون معاه كلمة مرور انت يعني تأسسها بشكل علمي، بحيث ان من الصعب على اي شخص ان يقوم بعملية تخمينها والوصول اليها. فبالتالي يعني هذه النقطة الأولى اللي من المفترض أنك أنت تكون مركز عليها. النقطة الثانية أن أنت لا تنسى عملية الوصول إلى هذه المساحة التخزينية إما عن طريق كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي. فالكمبيوتر العادي ممكن يكون في فندق، ممكن يكون في بيتكم، ممكن يكون في عملك، ممكن يكون مال صديقك، ممكن تكون مسافر في مكان وحبيت توصل حق هذه البيانات في زيارة في مكان معين، قلت لهم والله اعطوني كمبيوتر متصل بالانترنت انا عشان ادخل، صح؟ فتصير مثل هذه الخيارات. الان مدى يعني حذرك انت في عملية الدخول لهذه المساحة التخزينية من أجهزة الآخرين، هل أنت حطيتها في بالك؟ يعني مثلا يعني أتذكر أنا يعني درس وتعلمته قبل 3 سنوات تقريبا، كنت مسافر وفي واحد من الفنادق كنت أستخدم يعني الكمبيوتر الخاص بالبزنس سنتر يسمونه اللي موجود في الفندق، على أساس أني مثلا أدخل وأفتح الحساب وكذا. وأنا وأدخل كانت في عملية شراء صارت، يعني قمت بها في ذيك الفترة اللي أنا حطيت فيها، معنا كمبيوتر فندق، والفندق مثلا زي ما يقولون يعني محترم والمفروض يكون سكيور وآمن، إلا أني من رجعت الغرفة مالي وصلتني رسالة أن في مبلغ تم استقطاعه من البطاقة الائتمانية مالي، كيف من وين وأنا ما اشتريت؟ فبكل بساطة بسبب أنك تستخدم بطاقتك الائتمانية فأنت تقدر توقف عملية الشراء، لأن هي ما تنسحب الفلوس في نفس الوقت. اللهم البنك بيطلب منك أنت، معنى أنا كنت برا البلد، فلما اتصلت في فرع البنك اللي موجود عندي في الرقم الساخن معهم، كل اللي قالوا لي ارسل لنا بس، احنا بنرسل لك فاكس تعبي ورد ارسل لحالنا ونوقف عملية الدفع، ما راح تصير. فلاحظ
ان انت لما تبي تدخل على بياناتك لازم تكون حذر من وين انت تبي تدخل. ما اي جهاز تثق فيه، مو اي جهاز كمبيوتر، سواء يعني كان لصديقك او لشخص، يعني الاجهزة المجهولة اللي ما حقها هوية او اللي ما تعرف مصداقيتها او مدى الامان اللي موجود فيها، وانت عندك بياناتك الخاصة وعندك بطاقتك الائتماني عليها، لا تستخدمها. يعني لا تحط الحساب الرئيسي مالك فيها الا بعد ما تتأكد ان في تشفير، انهم يعطوك ضمانات على هذا الموضوع. لهذه الدرجة من المفترض على الشخص انه هو يكون يعني درجة الحذر والامان في العملية هذه، مثل يوم يروح يسحب فلوس، مثل يوم يستخدم بطاقة الائتمانية في عملية شراء من مكان معين، لازم يحط باله، يعرف ما يعطيه حق اي احد. فهني نفس الفكرة. الشغلة الثانية اننا من نستخدم، احنا الحين نجي عاد حق اجهزتنا الخاصة. طيب اجهزتنا الخاصة لما احنا نشوفها، ولازلنا احنا نتكلم في المساحات التخزينية، احنا لا ننسى ان الجهاز هذا اللي انا استخدمه كهاتف ذكي او جهاز كمبيوتر خاص فيني، لابتوب او جهاز لوحي، هل انا عندي الثقافة اللي تقول ان هذا الجهاز اللي انا استخدمه امن، اني انا متأكد ان جهازي يعني نظيف، ما ممكن احد مثلا قدر انه يدخل عليه بحيث انه مثلا ياخذ بياناتي الخاصة؟ لان اذا متى ما حصل الشخص كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة فيني، قدر انه يدخل على حسابي وبياناتي، صح ولا لا؟ فبالتالي انا من المفترض ان انا امن اجهزتي الشخصية، الهاتف الذكي اللي انا استخدمه، جهاز الكمبيوتر اللي انا استخدمه لازم يكون مؤمن. الحين عشان انا أأمن هذه الأجهزة شو اللي أسوي؟ أسكر عليها؟ ما المفروض، ما القص طبعا أن أسكر عليها، ولكن على الأقل لازم أنا أكون عارف الأشياء، أو خلينا نقول المحاذير في عملية الاستخدام. يعني إيش من التطبيقات اللي أنا محملها على هذا الجهاز؟ إيش من الصلاحيات اللي موجودة عند هذه التطبيقات؟ طيب البرامج اللي موجودة عليه من وين أنا منزلها، من وين جبتها؟ هل أنا عندي أشياء غير مشروعة، أشياء مسروقة جبتها بطريقة غير شرعية وحطيتها عندي في الجهاز أو لا؟ طبعا الأجهزة بشكل عام، الأنظمة على نظام مثل نظام الأندرويد أو نظام الآي أو إس أو نظام الويندوز بشكل عام كلهم، متى ما أنا طلعت برا متاجرهم، يعني متى ما أنا طلعت برا الحدود اللي هم مسوين لي إياها، عرفت كيف؟ أنا أتحمل مسؤولية ما راح أجيبها من برا. يعني أنا راح أتحمل مسؤولية الأشياء اللي راح أجلبها من خارج هذه الحدود، هل هي آمنة ولا لا؟ يعني أنا أبسط الأمثلة اللي ممكن يعني أذكرها، أن كثير من الأشخاص يستثقلون يشترون التطبيقات ويحاولون يحصلون عليها بطريقة مجانية وحتى لو كانت رخيصة. طيب انت الحين ما تعرف هذه التطبيقات لانك تجبتها من برا ونزلت التطبيقات اللي تجيب لك اياها من برا، فبالتالي لازم عملية الثقة في هذه التطبيقات تكون موجودة. اذا ما كانت موجودة فكيف انت راح تثق فيها؟ يعني كيف راح تستخدم المساحات التخزينية اللي تحتفظ او تحفظ فيها بياناتك الخاصة بالشكل الصحيح والآمن؟ اذا المستخدم ما يخاف من الشركات اللي هو راح يخلي فيها بياناته أو اللي راح يحتفظ فيها ببياناته، من المفترض أنه يخاف من الجهاز اللي يستخدمه، هل أنا أستخدمه صح أو خطأ؟ هل أنا جبت فيه أشياء مشبوهة أو لا؟ طيب السؤال اللي يطرح نفسه، كيف أعرف الأشياء المشبوهة من الأشياء المفيدة أو الأشياء اللي ما فيها ضرر؟ طبعا هذه الأشياء تعتمد على الشخص. أولا احنا نعرف أن معظم الأشياء السيئة دائما تكون مشبوهة، وما بيدخل في تفاصيلها، الكل يعرفها. طيب لكن يبقى أن أحيانا المصايد كيف تصير، يعني المصيدة كيف يطيح فيها اليوزر أو المستخدم؟ المصيدة تصير أنك أنت مثل الفترة الماضية تجي لك رسالة نصية تقولك والله حصلنا صورك على هذا الرابط، تستفزك، تقوم تضغط انت على الرابط ولا ينزل لك
البرنامج الضار. تجيك رسالة على الواتساب نفس الفكرة، روابط أنت ما تعرفها، ما تعرف أساسياتها. فلما توصل الموضوع للبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة اللي فيها لينكات وفيها وصلات من المفترض أنك أنت تبي تفحصها، هنا عاد راح يتطلب وجود برنامج حماية مساعد لك. شوف لما أقول برنامج حماية أقول برنامج حماية مساعد، يعني مو برنامج حماية تقوم أنت تخاطر بكل شيء على والله أنا عندي برنامج حماية ومتأكد ومضمون أنه ما في شيء أنه راح يأذيني أو راح يضر الجهاز أو البيانات اللي أنا أتعامل معها. أبدا، برامج الحماية لا ننسى مستمعين الأحبة هي أدوات مساعدة فقط، هي أدوات مساعدة فقط تساعد المستخدم الحذر. شوف تساعد المستخدم الحذر ان الجهاز ماله يكون آمن. اما المستخدم الغير حذر الطايش المهمل اللي يحب يحصل على الاشياء بطريقة غير شرعية، برامج الحماية ما تسوي له شيء. ليش؟ لان لا تنسى انت قاعد تجيب برنامج ضار، البرنامج برنامج، شوف انا قلت برنامج ولكنه ضار، اذا انت نصبته بنفسك وركبته برنامج الحماية شو يسوي لك؟ ما أنت كمستخدم نزلته بروحك، أنت اللي فرضت عليه برنامج. لا ننسى الفيروس أو البرامج الضارة هي مش حشرات أو شيء غير عن البرامج الثانية، ترى هو برنامج أصلا ولكن يؤدي وظيفة ثانية، فممكن يكون متنكر في صيغة برنامج زين، فبالتالي أنت ما تحس فيه ما تشعر فيه، ما ممكن أنك أنت توقفه عن طريق برنامج حماية. الثقافة المستخدم في معرفة التطبيقات والأشياء الضارة هي اللي تخلي برنامج الحماية يشتغل بالشكل الصحيح. الوصلات، ليش برنامج الحماية يقدر يحميك من الوصلات الضارة؟ لأنه يتبعها، يعرف مصدرها من وين راح تجي، إذا جاية من مصدر غير موثوق أوتوماتيكيا راح ينبهك ويقول لك إن في شيء ضار المفروض أنك أنت تتوقف عنده وما تستخدمه. يعني الفكرة اللي احنا بنوصلها ونحن الحين في الدقيقة تقريبا 22 من وقت البرنامج، ان الخصوصية او عملية انتهاك الخصوصية الخاصة بالمستخدم هو اللي يتحمل مسؤوليتها. يعني موفرات الخدمة عطتك كل الامكانيات اللي من شأنها ان هي ما حد يقدر يوصل لها اذا انت عرفت تحمي نفسك من الـ 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 الأمور التي قد تتسبب في عملية اختراق بياناتك وبرامجك. تلاحظون أن عمليات الاختراق اللي تصير ما تصير للسيرفر الموفر، تصير لحساب المستخدم، حساب المستخدم يحط كلمة المرور يحصلها ما موجودة أو غلط. ليش؟ لأنها انسرقت. كيف انسرقت؟ حط شيء سهل، عندك تطبيق ضار وهذا التطبيق أنت بروحك جبته، على فكرة أنت ما نزلته من المتجر، جبته من برا. طيب، فعملية الخصوصية مستمعين الأحبة، وهذا شيء يعني جدا مهم لازم احنا نركز عليه بشكل كبير، ان حماية الخصوصية اللي نحن الخاصة فينا بطبيعة تعاملنا بياناتنا، واحنا نعرف احنا الحين ما شاء الله الهواتف الذكية تحتوي على كم كبير من البيانات الخاصة من صور من رسائل من مواد فيلمية ما تبي أحد يشوفها، فما دام أن هذه البيانات على هذه الدرجة من الأهمية فخلي الجهاز يكون نظيف. يكون نظيف كيف؟ عن طريق البرامج النظيفة، البرامج اللي تنزلها من مصدرها الرئيسي الأساسي، ما تروح تجيب لك شيء من برا غير موثوق. ودائما أهم شيء ثقافة المستخدم في عملية التعامل هي اللي توصله إلى الحماية من الملفات الضارة ومن انتهاك الخصوصية اللي الكل حاب أنه هو يحافظ عليها. إذن هذا كان موضوعنا الرئيسي مستمعينا الأحبة، واللي هو احنا صنفناه إلى ثلاث تصنيفات. احنا ذكرنا الحين بس سالفة المساحة التخزينية، راح نتناول التصنيفات الأخرى مع الوقت إن شاء الله.
الحين راح نفتح لكم المجال مستمعين الأحبة، اللي عنده أي مداخلة، عنده أي وجهة نظر، عنده استفسار، احنا نرحب فيه على الرقم 24640234 24640234 24640233. شاركونا من خلال الرسائل النصية القصيرة 90484 شبكة المعلومات. نرحب فيكم مستمعينا الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا شبكة المعلومات. نرحب بكم بمداخلاتكم، وجهات نظركم، واستفساراتكم على 24640234 و24640233. وأيضا بالنسبة طبعا للرسائل النصية القصيرة، احنا نرحب فيكم طبعا على 90484. من الأجهزة الجميلة اللي وصلت طبعا للأسواق اللي هو جهاز سامسونج إتش. طبعا سامسونج إتش هو من الهواتف الذكية اللي فيها انحناء، يعني فيها شاشة منحنية من الطرف. وطبعا لما نتكلم عن شاشة منحنية، هي شاشة منفصلة عن الشاشة الرئيسية اللي موجودة طبعا في الواجهة، لأنها ممكن تستعرض منها أشياء بروحها، يعني ممكن الاختصارات تكون على الشاشة الفرعية اللي هي تكون على الجانب، وفي نفس الوقت تقدر تعمل لها تخصيص يتصل مع الشاشة الرئيسية، بحيث أنك أنت تقدر مثلا تفتح تبويبات معينة، تسحبها من الشاشة اللي على الجانب تأخذها على الشاشة اللي هي في الواجهة والشاشة طبعا الرئيسية. في كثير طبعا من الأشخاص لما يشوف مثل هذا الهاتف الذكي أكيد يعني ينعجب فيه، من ناحية التصميم الخارجي الخاص به، ومن ناحية وجود شاشة جديدة ممكن من خلالها الواحد يقدر يستعرض أشياء كثيرة. يعني الجهاز مغلق ممكن تتحصل مثلا notifications اللي هي الإشعارات تظهر فيها بشكل مستمر طول فترة ما أنت مخليه، ولكن يبقى في شيء أنك أنت يعني هل أنت تحتاجه ولا ما تحتاجه؟ يعني لأن لحد الحين طبعا سعره أنا لاحظت يعني في المحلات العادية يعني تقريبا 470 ريال يوصل سعره، ولكن طبعا جهاز فيه ابتكار، فيه طريقة جديدة. إذا عرفت أنك أنت تخصص الشاشة الجانبية اللي هو طبعا يعني الجهاز أساسا يحمل اسمها اللي هو سامسونج إتش، معناته أنك أنت ممكن فعلا أنك تستفيد منها. ولكن اللي يستخدم النوت 3 والنوت 4 طبعا من نفس الأجهزة ما راح يحس بالفرق الكثير إذا ما عرف أنه هو يخصص هذه الشاشة أو يتعامل معها. طيب محمود الهميمي راسلنا رسالة، حياك الله عزيزي محمود. محمود يبي برنامج شبكة المعلومات أيضا يكون مثل البرامج الإذاعية الأخرى موجود على اليوتيوب. ليش لا يا محمود؟ حاضرين. طيب من ضمن الأخبار الجديدة يقول لكم في يمكن هذا حتى لاحظت أنا انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يقول لكم أول هاتف مرخص من شبكة تور لحماية خصوصية المستخدم. يعني أنا نفسكم يعني وش هي الخصوصية اللي راح يحمي لي إياها وكيف راح يحمي لي إياها؟ طبعا هذا الموضوع أن أنت لما تشترك في شبكات يعني هي يعني مثلا الشركة يكون عندها اشتراك في شبكة، الاتصال يمر من خلال قناة معينة، هذه القناة تكون مشفرة، فحتى لو كان أحد يريد يستمع إلى المكالمة أو يمسك شيء من البيانات اللي تمر في هذه القنوات الخاصة بهذه الشبكة ما راح يقدر يتعامل معها لأنها تكون مشفرة. مع أنه يعني على حسب معلومات الفنية أن كل التطبيقات يتم تشفيرها أصلا، يعني أنت لما مثلا تستخدم البريد الإلكتروني، مثلا لما تستخدم أنت الهوت ميل رسلت رسالة، لما تطلع رسالة تكون مشفرة، يعيد فك التشفير
المتصفح لما المتلقي اللي يمسكها في الوسط يحصلها طبعا مشفرة وغير مقروءة. مع انتشار بعض شفت أنا بعض المواد الفيلمية لبعض الأشخاص اللي هو كان يقول يعني احنا نقدر نتعامل عندنا لواقط خاصة، وهذه اللواقط نقدر ان مثلا لو انا عندي رقم شخص معين في المحيط اللي موجود فيه هذا الشخص عن طريق البرج اللي هو متصل فيه، انا اقدر اركب لاقط معين، هذا اللاقط اقدر امسك اي شيء هو يقوم به، يعني سواء كانت المكالمات او الرسائل اللي هو يرسلها او عن طريق برامج المحادثة او حتى عن طريق الاسمس. طبعا هذا كله ممكن يثير الرعب عند بعض الاشخاص، ولكن انا ما اشوف فيه شيء، لانه يعني مثل ما قلنا انه يحتاج الى لاقط خاص. وهذا اللاقط عشان هو يستخدمه لازم يكون مرخص. يعني مثلا يعني احنا عندنا الاجهزه، معظم الاجهزه خاصه اللي يعني اللواقط او اللي تصدر ترددات معينه او المعنيه بالاتصال بشكل عام، يعني هيئه تنظيم الاتصالات لازم تعطيها تصريح عشان تدخل البلد. يعني هي يعني وين تدخل، يا عن طريق المطار يا عن طريق الحدود، صح؟ فغير كذا ما يعني ما ممكن مثلا الاجهزه اساسا تدخل. اذا صار ان هي يعني مثلا ادخلت، شوف انت ايش تعاملاتك وايش الاشياء اللي تخاف منها ومن قاعد يراقبك اساسا وليش هو يراقبك. فبالتالي يعني هي امور انا احس ان فيها نوع من التضخيم، ولكن في نفس الوقت التقانة اثبتت ان هذه الاشياء ممكنة بوجود ادواتها الخاصة. يعني متى ما وجدت هذه الادوات راح يتمكن الاشخاص فعلا ان هم يقومون باختراق الخصوصية. عشان كذا تلاحظ ان في مثلا تظهر شركات، هذه الشركات يعني توفر لك اذا انت مثلا تشتري هذا الهاتف اللي هو يتعامل مع هذه الشبكة، ان كل الأحوال أنت يعني جهازك أي شيء يصدر منه يتشفر مرتين مش مرة واحدة على حسب التطبيق أو الشركة اللي أنت تتعامل معها. يعني الشركة اللي تتعامل معها الخاصة بالتطبيق يتشفر، وهو القناة اللي راح يمر فيها التشفير راح يتشفر بعد. فبالتالي صعب على الأشخاص أنهم يعني حتى لو تم التقاطها يتم التقاطها بشكل مشوش أو غير معروف. طيب ايضا مشغلات ال 4K تم طرحها او الاعلان عنها من خلال المعرض CAA اللي كان طبعا في الولايات المتحدة الامريكية في لاس فيغاس، CES 2015 اسم المعرض، CES 2015. CES طبعا يعني لما نتكلم مثلا عن شركة بانسونيك او شركة سامسونج او شركة LG كلهم على فكرة طرحوا المشغلات الخاصة بال 4K. يعني أولا كنا نحن نقول لما تدخل المحلات وتشوف شاشات تلفزيون LED تعرض مادة شديدة الوضوح، أنت يجي في بالك طبعا أن هذه المادة مثل المواد اللي ممكن تستقبلها في البث التلفزيوني أو اللي تشغلها من DVD العادي. طبعا لا، لأن هي الشاشة صح هي تدعم ال 4K، طبعا المادة اللي تشوفها الإعلانية هذيك الخاصة بالشاشة أو الدعائية هي اللي تم تصويرها يعني بهذه التقنية اللي هي الألترا اتش دي الـ 4K على أساس تظهر بهذه القوة أثناء عملية التسويق. ولكن لما ترجع أنت البيت أنت ما راح تلاحظ يعني البث، سواء كنت مشترك بقنوات المشفرة أو بالقنوات الغير مشفرة، يعني الـ HD الـ High Definition هو هذا اللي موجود. يعني أنت ما عندك بث لحد الحين 4K، بث تلفزيوني 4K ما موجود، هذا رقم واحد. شغلة ثانية انه ممكن تحصله 4K ايوة عن طريق بعض يعني الافلام لما تروح تشتريها تحصل مثلا نسخ البلوراي اللي هي الالترا اتش دي موجودة، ولكن المشغلات الخاصة فيها لم تكن متوفرة. الحين المشغلات بدأت تتوفر، معناته ان المحتوى الخاص بال4K راح نبدأ نشوفه شوي بالظهور. لأن كثير من الأشخاص لما يروح يشتري شاشة تلفزيون يقول والله هذه 4K، طيب ما علي أنت الحين خسرت واشتريت 4K، ما في مادة 4K في التلفزيون أصلا، يعني اللي موجود Full HD
يعني انك تحصل قنوات فول اتش دي تحصلها، تشغل بلوراي فول اتش دي، لكن 4K ما تحصله. ال4K الحين مدام المشغلات يعني بدأت الشركات تستعرضها وهي في المراحل التجريبية مالها انها راح تنزل، يعني ممكن خلال سنة وسنتين ممكن نشهد مواد 4K تكون تباع في الأسواق لهذه المشغلات للشاشات القوية اللي موجودة وتعرض في الوقت الحالي. للتواصل مع برنامج شبكة المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 24640234 أو 24640233. شبكة المعلومات، شبكة المعلومات. أنتم تتابعون شبكة المعلومات مع عبد الله البحراني وجمال الشعري. شبكة المعلومات، شبكة المعلومات. عندنا رسالة تقول عيد بن سعيد السعدي يقول مساء الخير، سؤالي هل الماركت بلاي في أجهزة السامسونج موثوقة في حالة أني نزلت منها برامج؟ طبعا سؤالك جدا جميل. طبعا هو موثوق من ناحية أنه ما في برامج ضارة، تمام عزيزي السعدي، موثوق من ناحية أنه ما في برامج ضارة، لكن للأسف إحنا بدينا نخلط ما بين البرامج الضارة وما بين البرامج اللي تسوي أشياء إحنا ما نبيها. يعني حط في بالك هذه النقطة، برنامج يسوي شيء أنت ما تبي، يعني مثل كيف؟ يعني مثلا في برنامج اسمه Who's Calling أو Who's Calls، Who Calls مثلا، اللي هو يكشف لك رقم الشخص اللي أنت ما تعرف رقمه، يعني واحد مجهول اتصل فيك ممكن يطلع لك رقمه، أو أن أنت تبحث عن رقم معين يطلع مثل الدليل. يعني الحين هذا البرنامج أساسا قائم على صلاحيات معينة أنت عطيت إياها، زين، وهذه الصلاحيات أنك أنت أول شيء نزلت الدليل، أول ما ينزل هو بيقول لك أنا راح أخذ نسخة من دفتر العناوين مالك وحطها عندي في الدليل، على أساس الناس الثانيين اللي يدورون بعد ممكن يستفيدون منه. يعني فأنت لما تنزله انت شاركت بهذا الموضوع. الحين في بعض الاشخاص يقول لا هذا انتهاك للخصوصية وانا ما ابي، طيب ما عليه، هو صح قد يكون كذا، ولكن في بعض الاشخاص يقول لك لا هذا دفتر العناوين خلينا احنا نتشارك فيه. الحين في بعض الاشخاص طبعا اللي عندهم ارقام قد تكون مهمة، يعني مع الناس خلينا نقول يعني VIPs، اذا تليفونك فيه ارقام ناس من هالنوع ما المفروض انت تنزل مثل هذا التطبيق. ليش؟ لأنك لما تنزل مثل هذا التطبيق تأكد أن أرقامهم راح تطلع، صح؟ لأن راح تتم مشاركتها. الحين هذا مو برنامج ضار، هذا صميم عمل البرنامج اللي أنت نزلته بإيدك، واللي هو قال لك أنا راح أسوي أخذ صلاحية بالدخول لدفتر العناوين وأنت قلت له تمام. إذن الحين من اللي أعطى الصلاحية؟ أنت أعطيته الصلاحية، فالبيرميشن الإذن، إنزين. فأنت عندك تطبيق جميل ممكن تتنزل حتى من اللي يستخدمون جماعة اللي يستخدمون الأندرويد، السامسونج والLG والسوني والHTC وغيرها، في برنامج اسمه Permission Remover، زين، Permission Remover. هذا البرنامج لما تنزله راح تشوف مثلا برنامج الواتساب، قول تبي تعرف شو الصلاحيات اللي هو معطيها حق نفسه في جهازك، راح تشوفها. طيب يعني ممكن راح تلاحظ انه هو يعني عنده صلاحيات على حتى رسائلك النصية القصيرة، راح تلاحظ يمكن عنده صلاحيات انه يشوف بريدك الالكتروني. طيب هل انت تبي تعطي هذه الصلاحيات؟ فانت اعطي الصلاحيات اللي انت تشوفها مناسبة حقه، privileges permissions. طيب فانت في يعني التطبيقات اللي تساعدك على كشف التطبيقات الاخرى والصلاحيات اللي هي اعطتها حق نفسها، ولكن على فكرة هذه الصلاحيات يعني هو ما ياخذها بشكل مثلا سري او انه مثلا بدون ما يخبرك. اثناء ما انت تنزل التطبيق مستمعي العزيز، اول ما تبدي تشغله هو اوتوماتيكيا راح يقول لك التطبيق الفلاني want access on your camera, access on your microphone, access on your مثلا SMS, access on your emails, access on your Facebook. فاذا انت تعطيه الاكسس يعني تعطيه الصلاحيه بالدخول، زين، معناته انه هو راح يدش
عرفت؟ فأنت الحين اللي تعطي الصلاحية. فأنت عشان كذا ما كل التطبيقات من المفترض أن تعطيها الفول بريفليجز أو الصلاحيات الكاملة، من المفترض أنك أنت تخصص شوي يعني تنتبه. طيب، فعشان كذا التطبيقات الحين ما صارت مثل ملفات الضارة أو برامج ضارة أو فيروسات تسوي شيء من وراك، لا، هي قدامك وتاخذ الإذن منك. فكل اللي تسويه لما تنزل تطبيقات من المتاجر، وخاصة متجر جوجل، لأن في وايد تطبيقات تسوي أشياء كثيرة، فبالتالي حط بالك لما تنزله أو قبل لا تنزله قري ريفيو عنه، اقرأ هو شي يقول، يعني شي مكتوب، الناس اللي جربت ايش قالت عنه. عزيزي السعدي، طيب، أيضا في رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله عبد الله وبركاته، ما هو أفضل برنامج حماية الأجهزة الذكية؟ ما أفضل برامج التواصل الشبيه بالواتساب، ولكن حمايته أفضل بحيث لا تصلك رسائل إلا من الأشخاص الذين تسمح لهم بذلك فقط. طيب، أيضا سؤال جميل، لكن يعني لما نقول أفضل برنامج حماية الأجهزة الذكية، أولا مثل ما قلنا يعني الحماية أول شيء لازم تكون ذاتية من الشخص، لازم تكون ثقافتك في عملية التعامل مع تحميل التطبيقات والبرامج والضغط على الوصلات، لازم تكون عارفها. برامج غير مشروعة المفروض تبتعد عنها قدر الإمكان، برامج ما تعرفها وين مصدرها لا تروح تنزلها، هذا رقم واحد. بعدين يجي برنامج الحماية اللي راح يساعدك في العملية هذه. من البرامج اللي احنا شفناها طبعا في برنامج اسمه NQ، في برنامج طبعا اللي هو معروفين، البرامج اللي هي مثلا الكاسبرسكي، النوت 32، طيب يعني هذه AVG، هذه من البرامج اللي اصبحت موجودة حتى حق انظمة الاندرويد وتقدر انك انت تتعامل معها وتستخدمها. لكن برنامج NQ من البرامج فعلا القوية، لان حتى في خاصية الانتي ثفت اللي هو ضد السرقة، يعني ضد السرقة، فبالتالي انت تقدر ان لو مثلا نشال جهازك ان هو يحافظ على خصوصية الجهاز بشكل اكبر، بحيث ان حتى لو تفرمت الجهاز يعني ما يفتح، يعني الروم لا لازم يشلع الروم كامل اللي في الجهاز. طيب، فبرنامج الانكيو من البرامج القوية. برامج التواصل شبيهة بالواتساب ولكن حمايته أفضل. طبعا شوف، برامج المحادثة كلها يعني أنت في برامج اللي هي تساعدك على عملية البلوك، يعني الواتساب واحد منها، واحد ما تعرفه دخل عندك على الواتساب ما تبي تسوي البلوك. فهي البرامج أنت حتى لو برنامج شبيه بس ما بتحصل الناس كلها تستخدمه أو الأصدقاء أو المحيط اللي دور ما دايرك يتعامل معه. على العموم يعني البرامج اللي شبيهة بالواتساب هي معظمها بنفس التطبيق، بنفس الفكرة، بنفس الإمكانيات ونفس الفاسيليتيز البلوكينج أو عملية أنك أنت تعمل وقف، أو أنك أنت مثلا تسد حاجز، تحط أمام مثلا أرقام معينة موجودة، فبالتالي يعني ما تقدر أنت تقول والله أنا، لأن هو مقترن برقم تليفونك، فأي واحد عنده رقم تليفونك يقدر يرسل لك رسائل، عرفت؟ فأنت تقدر أنك أنت تحدد هذه الخصوصية من خلال برنامج الانكيو على فكرة في هذا التطبيق، وفي برامج أيضا إضافية ممكن تقوم بنفس العملية، ولكن ما تضمن أن الناس اللي أنت تتواصل معها عندها نفس البرنامج. ناصر الخروص يقول: مساء الخير عبد الله، أبحث عن مساحة ضوئية تكون عالية الوضوح وفي نفس الوقت تكون المستندة ماسحة ضوئية، أنا شفت مساحة ضوئية، سكانر قصدك، تكون عالية الوضوح ونفس الوقت تكون المستندات المصورة صغيرة الحجم من حيث المساحة. طبعا أنا اللي استخدمها في تصوير الكتب، بماذا تنصحني؟ كودك. في عندك ماركتين مشهورات بالعملية هذه، عندك ماسحات أو سكانرز من كودك، وعندك السكانرز اللي هي من فوجيتسو. عزيزي ناصر، فوجيتسو وعندك الكودك. طيب، القوة وين الحين؟ القوة صح انك هاردوير، يعني كسكانر او كماسحة ضوئية من كودك او ماسحة ضوئية من فوجيتسو قوية جدا وتقدر انك تتعامل معاها بسهولة، لكن الافضل من هذا الموضوع كله الدرايفر، السوفتوير المعني بعملية قراءة ما تقوم
هذه المسحة وهذا السكانر بمسحة أو بعملية السكانينج الخاصة فيها. فأنت إذا كنت بتستخدمه استخدام مؤسساتي إحنا نسميه، يعني مثلا أنت تدير مكتبة، تدير نظام أرشفة، عرفت كيف؟ فشو اللي يسوونه؟ يسوون سيرفر خاص، هذا السيرفر خاص بالماسحة الضوئية أو بالسكانرز. فالسكانرز مثل كودك أو الفوجيتسو أولا يعني مع الدرايفر الذكي اللي موجود عليه، عملية التعامل مع المادة اللي يقوم بعملية السكانينج فيها أول شيء جدا سريعة وقوية. الشغلة الثانية أنه يأخذها كمادة خام، مادة خام مثل ما هي، يعني مثلا بعيوبها إذا كانت فيها مثلا فيها عيب، فيها نقاط معينة، فيها شرخ، فيها متشسفة من مكان معين، يأخذها مثل ما هي بالضبط، يخزنها خام بس عالية الوضوح، تكون شديدة الوضوح. الحين أنت من خلال الشبكة تقدر يكون عندك أكسس على هذا الأركايف أو على هذا الأرشيف، بحيث أنك أنت تأخذها مثل ما هي أو تأخذ جزء منها. مثلا ممكن أنت ما تبي الصفحة كلها، تبي العنوان بس، تبي جزء من الباراجراف، تبي الصورة اللي موجودة في الصفحة، أو تبي الصفحة ولكن معدلة، تبيها خالية من العيوب، خالية من النقاط، ما يكون فيها مثلا حتى مكان معين، تبيها نظيفة تماما، فيقدر يأخذ لك إياها بهذا الأسلوب. يعني أنا اللي فعلا يعني وقفت يعني ما عرفت شو أسوي، يعني من كثر ما انبهرت بالدرايفر أو المشغل اللي هو السوفتوير المسؤول عن معالجة المسح الضوئي، يعني اللي يقوم بعملية المعالجة. أولا السرعة كانت جدا عالية، الشغلة الثانية أنه هو فعلا قادر أنه هو يزيل العيوب. يعني مثلا ممكن تكون عندك كتب مهترئة، ممكن يكون عندك كتب مثلا الناس كانت تستخدمها، تعرف واحد يبي يرجع حق نفس الصفحة يقوم يشفسها، فأنت لما ترجع تلاقي فيها خط مكان اللي كان فيه الكسفة هذيك اللي كانت فيها. الحين مكان الكسفة هذا في السكانر ترى يطلع يبين أنه فيه خط، عرفت؟ مكان إذا كان في عندك مستندات فيها خرامة، يعني مثلا كانت فيها دوتس نقاط، أو مكان اللي فيها تدبيس، أو يمكن من شرخة من صوب، هذا كله يقدر يعالج لك إياه بكل سهولة وبكل بساطة. في نفس الوقت يتعامل مع كل أنواع الورق، الورق اللي هو تعرف الورق الفواتير الخفيف الشفاف هذاك، إنزين، الصغير الكبير، وانت وطالع عاد للأحجام المختلفة. طبعا سواء كان كودك أو فوجيتسو كهاردوير يعني أحجام مختلفة ومتنوعة، يعني عندك الأحجام اللي هي تأخذ طبعا من أصغر ورقة لأكبر ورقة، وعندك الأحجام لا والله تبي أنا مثلا أبي حق قسم تنسيق، مثلا أبي حق قسم تنسيق، تلاقي صغير ما يأخذ مساحة على الطاولة، وعملية سحبه للأوراق تكون سريعة جدا. فهذا يا عزيزي ناصر، يعني عندك الكودك وعندك الفوجيتسو كماسحات ضوئية ممكن أنك أنت تعتمد عليها في عملية مسح الكتب بالتحديد. طيب أيضا رسالة تقول مساء الخير، ممكن نبدا عن هواوي ميت 7؟ جمال شو رأيك أنت تقول؟ طيب اولا احنا يعني انا والمخرج جمال الشاعري نوجه تحيه لكم مستمعين الاحبه اينما كنتم تتابعون اذاعه سلطنه عمان وبرنامجنا شبكه المعلومات. احنا دائما خاصه لما تدينا الاسئله الخاصه بانواع الهواتف الذكيه دائما نقول احنا نوسع الافق، يعني وسع الافق. دائما الشركات، في بعض الشركات يكون اعلامها جدا قوي مثل الايفون والسامسونج، ودائما الناس ما تطري يعني لهذه الماركات الثنتين، ولكن طبعا يعني من جانب اخر نحصل ان في يعني شركات اخرى اجهزه قويه اخرى مثل الهواوي ميت 7 هذا، يعني من اجهزه فعلا رائعه، رائعه بمعنى الكلمه. يعني شوف لما انت تاخذ الجهاز دائما احنا نقارن، نجيب الجهاز ونشوف سعره، أو نجيب الجهاز مواصفاته وسعره ونقارنها بالجهاز اللي هو ينافسه بمواصفاته وسعره، تلاحظ أن فرق تقريبا 100 ريال. يعني هذا الهواوي ميت 7 أنا كم شفته، 185 أو 190 ريال تقريبا، بينما يعني هو ينافس النوت 4 وينافس الـ LG G3 وينافس السوني Z3 وينافس يعني الأجهزة اللي من هذه النوعية. يعني جهاز بهذا السعر بهذه المميزات
ينافس الأجهزة اللي ب 290 و 275، لكن فعلا يعني كتاتش سكرين، كشدة وضوح، كمعالج 8 نواة، كذاكرة مؤقتة توصل إلى 3 جي بي في الجهاز، كتصميم فعلا رائع حقيقة، يعني الجهاز فعلا جميل. يبقى أن الشخص لما يبي شوية يركز على بعض الأمور، واللي هي مثلا يعني مثلا تتلاحظ أن مثلا مهما كانت الأجهزة فيها مقارنات، إلا أن مثلا ممكن تحصل في جهاز عن جهاز يعني يفرق من حيث مثلا النوت 4 سيلفي، يعني الكاميرا الأمامية معالجتها للصورة جدا رائعة، ما تحصلها في جهاز ثاني. إتي حق LG بتحصل التصميم، السرعة، طريقة الأزرار اللي موجودة فيه، سالفة اليونيفرسال ريموت كنترول الضخم اللي موجود داخله، بعد ما تحصله مثلا في جهاز ثاني. إتي حق سوني زد 3 مقاومة للماء، تصميمه شكله، يعني كل جهاز تلاحظ يعني هم كلهم يشتركوا في شغلات معينة، إلا أن في جهاز عن جهاز لازم تحصل فيه ميزة ممكن تتناسب معك، تقول والله أنا يعني ما بروح أدفع 100 ريال والله عشان السيلفي شوية أحسن، ما هذا يصور سيلفي وجميل أوكي، لكن هذاك أفضل صح، لكن هذا النقطة الأفضل هذه بالنسبة لي أنا ما مهمة وايد، يعني لأن هذا يصور سيلفي والسيلفي ماله جدا جميل أوكي. فيعني تبقى وجهات نظر عند الناس، يعني لازم مثلا هو يشوف على حسب ذوقه. طيب ايضا رساله تقول الاخ عبد الله، بالنسبه للبيرميشن ريموفر، اي ايش اسمه الكامل وما هي فوائد استخدامه؟ على راسي والله. طبعا احنا ذكرنا سالفه البيرميشن ريموفر مستمعينا الاحبه، واللي هو برنامج يعني خاص مثل ما يقولون، يعني انت سألت ايش اللي هي فايدته، فايدته انه هو يعني يقوم بعملية وقف الصلاحيات الخاصة او اللي تعطيها يعني التطبيقات حق نفسها. طيب يعني انت عندك تطبيقات معينة تعطي حق نفسها صلاحيات ما من المفترض، يعني مثلا في تطبيقات تدخل في دفتر العناوين، تدخل في الصور، تدخل في الملفات الفيلمية، وهي ما لها خص في الموضوع، فانت تقدر تشيل الصلاحيات هذه. يعني مثلا انت عندك برنامج انا دائما اضرب الواتساب لان اكثر ناس تستخدمه الحين، فانت لما تاخذ الاي بي كي بيرميشن ريموفر، يعني انه هو كبرنامج راح يطلع لك كل التطبيقات اللي موجودة عندك، تضغط على التطبيق اللي تبي تدخل فيه، أول ما يفتح راح تشوف كل البيرميشنز، كل البيرميشنز يعني كل الصلاحيات اللي معطيها حق نفسه. يعني مثلا ما تبيهم يشوفوا شغلات معينة عندك في الجهاز، لا تعطيهم إياها، لا تعطيهم إياها. طيب تقدر توقف هذه الصلاحيات. فيعني عزيزي هذا البيرميشن ريموفر، وتبي اسمه كامل اللي هو تقدر تاخذ الثلاث حروف الأساسية، انت لو كتبت يعني في المتجر permission remover، يعني permission وبعدين كلمة remover، يعني كلمة permission remover، راح تظهر لك التطبيق باسم APK permission remover. فالAPK permission remover هو عبارة عن تطبيق يساعدك على إيقاف الصلاحيات الغير مرغوب بها واللي موجودة عند بعض التطبيقات. وهذه طبعا يمكن احنا كأشخاص عاديين انا ما يهمني في بعض الأحيان ان الواتساب يشوف مسجاتي، خلي يشوف شبي، يعني ما انا ترى اساسا الواتساب والفيسبوك والإنستغرام كلهم شركة واحدة هذول، وتخيل أن عندي هذه الثلاث شبكات أنا أتعامل معاها، فبالتالي أنا أصير بالنسبة لهم زبون وكستمر، وفي نفس الوقت يعني أنا شخص عادي. لكن هذه الأشياء ممكن تكون فعلا مهمة حق الأشخاص اللي مناصبهم حساسة شوي، يعني حتى الناس اللي مناصبها حساسة، يعني شو ما تستخدم البرامج الذكية والتطبيقات الذكية، طبعا لازم يكون في محاذير. هذه المحاذير اللي احنا نقولها، نقول نفيد يعني انك انت حتى التطبيقات وصلاحياتها تقدر تتحكم بها من خلال التطبيقات اللي موجودة. هذا APK Permission Remover عزيزي.
أبو محمد يقول مساء الخير عبد الله، أشكرك على البرنامج، لو تكرمت هل المميزات اللي تفضلت وذكرتها عن الماسحات تنطبق على جميع الموديلات من كودك؟ لا تشوف يعني من حيث الدرايفر ممكن، من حيث الدرايفر أيوة الدرايفر قوي جدا، لكن طبعا يعني أنت في ماسحات ضوئية مخصصة فقط للكتب، يعني أنت في بعض الكتب أحيانا على أساس أن هي تقوم بعملية التعامل معاها وقلب الصفحة وطريقة أن ما تضرها وشغلات هذه يكون خاصة، وفي بعض السكانرز لا حق الكتب والمجلات العادية اللي موجودة عندك والأوراق، فبالتالي تيب طريقة معينة وفيها أسلوبها اللي هي تأخذ الأوراق حتى لو كانت يعني مثلا كتاب كيف تبطله أنت على أساس أن هي تأخذ صورته. فالهاردوير الخاص بالماسحة الضوئية أيضا حق أشكال وأنواع، طيب يعني من الفلات بيد إلى اللي هي الأوتو فيدر اللي هي تسحب الأوراق من نفسها، إلى اللي هي مثلا تحصل إضاءتها من أعلى وتحط الكتاب فيها وهي يعني كل مرة تقلب صفحة على أساس تقراها بشكل يدوي، وفي طبعا لتقلب الصفحة بشكل إلكتروني، يعني هذه الأشياء كلها موجودة. ولكن المميزات مثل ما قلنا يعني مثل ما قلنا المميزات مثل ما قلنا ان هي كلها واحدة، يعني من حيث الدرايفر طبعا انت ممكن مثل ما قلنا تسوي سكان سيرفر، طيب يعني الجميل في الموضوع انك انت ممكن تعمل سكان سيرفر، السكان سيرفر هذا يأخذ الصورة الخام ويسوي لها كاتيجورايز، يعني انك انت على حسب انواعها مثلا فواتير صور مستندات معينة تقدر تتفهرسها مثل ما أنت تبي على حسب تصنيفها، لأنه هو أوتوماتيكيا بعد يعني الدرايفر هذا يقدر يميز وين كيف يوجه عملية الحفظ، وبعدين عملية المنادة لما تبي تنادي المادة تناديها بشكلها الخام وتقدر تأخذ منها الجزء اللي أنت تبغيه أو الجزء اللي أنت تطلبه. أبو رعد يقول مساءكم عود وزهور، اعملوا لنا سؤال في نهاية الحلقة واعطونا جوائز. تصدق يا أبو رعد الفكرة موجودة والله، بس تعرف احنا جربناها مرة، تعرف يعني في ناس جادة في عملية الأسئلة، حتى أنا سويت رقمين، رقم خاص بالسحب ورقم خاص بعملية إرسال الرسائل اللي مثل أنا قاعد أقرأها، يعني في استفسارات في وجهات نظر جميلة تختلط مع بعضها البعض، وبالتالي ضيع نكهة الناس اللي تتعامل معنا بشكل جاد، يعني اللي هي فعلا تبحث عن المعلومة واللي تبي تسأل، ولكن احنا ممكن نسويها ولكن بطريقة أخرى، نترك الموضوع حق المخرج الجميل جمال الشعير يفكر لنا فيها. وعلى فكرة يعني الجوائز ترى موجودة، يعني حتى بس أبي أوجه شكر للأخ الجميل محمد المسروري من العربية للإلكترونيات اللي هو يعني فعلا عرض علينا أكثر من مرة أنه يقدم جوائز للبرنامج، ولكن طبعا احنا نشوف الموضوع وندرسه وما يصير خاطرك إلا طيب. أخي عبد الله اللي لاحظته بالنسبة للأي بي كي نفسه يحتاج لوصول الصور والميديا، تقدر تخصصها بس عزيزي، تقدر تخصص هذا التطبيق، يعني الـ APK Permission Remover فعلا يبي يوصل على أساس أنه هو يعني لا علاقة بالتطبيقات الثانية، يعني ما في تطبيق ما يبي يوصل، ولكن هو إلى علاقة بالتطبيقات الثانية اللي هو يقدر طبعا يوقفها. مرحبا عبد الله، تليفون آيفون 6 بلس والذاكرة ممتلئة ومسحت كل الصور والفيديو بس في نفس المشكلة، فمن وين أمسح الملفات عشان أقدر أنزل من الأبل ستور؟ أبو محمد هذه مشكلة الناس اللي عندها 16 جيجا بايت، يعني هذه أنت ما تقدر تسوي شيء الحين غير أنك أنت فعلا يعني عملية الصور الخاصة بالواتساب تقوم تنقلها وتشيلها تحطها على الآي كلاود أو تستخدم مثلا للدروب بوكس وبالتالي تفضي المساحة اللي موجودة عندك. بهذه الرسالة نكون وصلنا معكم مستمعين الأحبة لنهاية حلقتكم اليوم من برنامجكم شبكة المعلومات، شكرا لكل من تواصل معنا من خلال الرسائل النصية القصيرة، نوعدكم إن شاء الله بالجديد من خلال حلقاتنا القادمة. تقبلوا تحياتي عبد الله بن ناصر البحراني والمخرج جمال بن محمد الشعيري. شبكة المعلومات
آخر أخبار التقنية والمعلومات، الجديد مع الحواسيب، الهواتف الذكية، الإنترنت، البرمجيات، الحلول التقنية، الحوارات والنقاشات من خلال شبكة المعلومات. الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، الإخراج جمال بن محمد الشعيري. شبكة المعلومات.